لي المزيد تنضم إلينا من النجف الناشطة فاطمة العيساوي، مرحبا بك. هل صحيح أن تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر حالا يرضي جميع الأطراف، يعني المقاطعين أو المصرين على إجراء الاقتراع؟ مرحبا، أهلا وسهلا بكم قناة اليو تي في، شكرا لكم أصدقائي. بالنسبة بس السؤال عيد يا بلا زحمة عليش، هل صحيح أن تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر يعني قد يكون حلا يرضي جميع الأطراف المقاطعين أو المصرين على إجراء الاقتراع؟ طبعا نحترم جميع الآراء سواء المقاطعين أو يعني اللي يحبون يشاركون بالانتخابات. احنا اليوم نعرف اللي مقاطعين عندهم جمهورهم، عندهم أفكارهم وآرائهم ومبادئهم، واني اشوف يعني بعضها حقه، يعني منها انه عدم الثقه بالعمليه الانتخابيه، العمليه السياسيه، عندهم شكوك بنزاهه المفوضيه، عندهم يعني افكار انه يعني احنا 18 سنه نفس الاحزاب نفس الحركات هي اللي تحكم، فتلقائيا احنا راح يعني صار فد تصور عند الجمهور انه الانتخابات ما راح تغير شيء، نفسهم راح يرجعون، نفسهم راح يحكمون بنفس الطرق بنفس الاساليب، فما اروح ولا انتخب واقاطع. واكو لا اشخاص يقول لك انه اني ما اريد مقاطع، مو لانه كل هاي الاسباب، وسبب ثاني انه اني اريد اشكل معارضه سياسيه بالنسبه للحركات الجديده المسجله بالمفوضيه، بس ما يعني ما نزلت مرشحين او نزلت مرشحين بس انسحبت باخر فتره. اكو جهات همات المقاطعه هي مشاركه بالحكومه من بعد 2003 لهي اللحظه، هاي الجهات هم لها اسبابها، يعني ممكن سبب تنظيمي، سبب يعني ما اعرف شنو الاسباب، بس هي كثيره طبعا ما اقدر اتكلم يعني عنهم، بس الواضح انه هي اسباب يعني تنظيميه او انه لوجود حركات جديده منافسه بقوه، او هم كان حلمهم اكبر ما حصلوا هذا الحلم، يعني ممكن اذا شاركوا ما راح يحصلوا، فاكو يعني بعض الاسباب هم تحافظ على ذكرها. اما الفئات اللي تريد تشارك فهي اساسا هم لها اسبابها. اليوم احنا اذا يعني اذا هاي الحكومه 18 سنه ما سوت لنا شيء، مو صح نبقى عليها. اكو حركات جديده، اكو ناس مستقلين، حركات انبثقت من ساحات الاحتجاج، لازم ندعمها، لازم نعطيها فرصه، وبالتالي هم من حقهم علينا انه ياخذون هاي الفرصه. اليوم الشارع العراقي صحيح ناقم على العمليه السياسيه وهالشيء حق، بس بنفس الوقت يجب التغيير، يعني اذا ما غيرنا نعم. راح تبقى الشخوص نفسها، الكتل نفسها. طيب هل اجبرت مع قوى تشرين التي ستشارك في الاقتراع يعني مثل نازل اخذ حقي وغيرها؟ نعم اكيد اكو توافقات بين الكتل التشرينيه والمستقلين، لانه احنا بالتالي مبادئنا وافكارنا وحده، ممكن تصير خلافات وهالخلافات جدا طبيعيه ويعني ظاهره صحيه باي مكون باي حركه باي ائتلافات، بس نامل انه بعد الانتخابات راح يكونون ائتلاف كبير، والكتله داخل البرلمان تكون ممثله عن الشعب بشكل حقيقي وليس مثل الكتل السابقه والاحزاب السابقه. نعم الناشطه فاطمه العيساوي من النجف، شكرا جزيلا لك.